الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم الاثنين الموافق 26 عشر 2020 من مجزر البساتين تم اليوم تحميل عدد اثنين سيارة متوجهة إلى المحافظات الآتية محافظة كنا سيارة متوجهة بها أربعة طن محافظة أسوان سيارة بها اثنين طن مع كل سيارة مفتش عام من الوزارة لتسليمها إلى السيد وكيل الوزارة بالمديرية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية كل عام وحضراتكم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته